هشام الطاهرة، وأنا موجود في مؤتمر فكر العربي 11، لأن الموضوع مهم بالنسبة لي. حكينا عن مستقبل العلاقة بين المواطن والحكومة وما اللي بيحصل في المواطن العربي، العلاقة دي في دور التغيير، وبالتالي من الأساسي إن إحنا كمواطنين كشباب كناس مهتمة بمستقبل حياتنا يكون لينا دور، نضغط على الحكومات نغير أدائها. فده اللي حابب أعرفه. هتكلم مع الناس، هنختلف، يمكن ده جمال المكان ده، الواحد يقدر يختلف بس يطلع بنتيجة إيجابية. بس ده أنا أتمنى إن أنا أحسن.